أبدأ مع السيد عبد الرحمن، يعني سيد عبد الرحمن عبد الرحيم، على ضوء هذه الصورة التي فازت اليوم، هل برأيك تغير مفهوم الصورة الصحفية والصورة بصفة عامة مع حرب غزة تحديدا؟ يعني لا أستطيع أن يعني أقول قد تغير، ولكن هي إضافة لمعاني الصورة الإنسانية التي تخترق وكالات الأنباء والصحف ومواقع الإعلام. الصورة الإنسانية التي تظهر من غزة بجهد المصورين الفلسطينيين الذين يموتون كل يوم هي صورة قوية جدا، لها معاني إنسانية تطغى على كثير من المعاني في العالم. صورة زميل محمد أو زميل بعد سنوات طويلة يعني تعكس كما قالت لجنة الحكم أو الجوري في الورد سبوتو أنها تختزل كل معاني الخسارة. هي صورة قوية جدا، الصورة الإنسانية الآن تخرج من فلسطين، أكثر مكان في العالم يعني تصدر عنه صور إنسانية هي فلسطين. حقيقة فلسطين بكل جهود المصورين الذين كلهم ربنا يحميهم وكلهم كل احترام إخوتنا وأهلنا في غزة، جهد مبارك، والآن الصورة تصل إلى كل العالم. المعنى الإنساني يعني بعد المعنى المهني وجودة الصورة وحقيقة، لكن الصورة الإنسانية الفلسطينية الآن تصل إلى كل مكان بجهود المصورين الفلسطينيين.